نحن سفراء المسيح، وكأن الله يعظ بنا، أو كأن الله يكلمكم، بيقول بولس من خلالنا. اليوم سؤالي لألكم، كيف بدنا نكون سفراء للمسيح؟ شو يعني تكون سفير للمسيح؟ أو شو في عنده صفات هالسفير إذا بده يكون سفير للمسيح؟ بس قبل ما بلش عن سفراء المسيح، خليني نروح أنا وياكم لسنة 586 قبل المسيح، يعني حوالي 580 سنة قبل المسيح. بصير في السبي الثاني إلى بابل. تعرفوا شحطوا اليهود من منطقتهم، وكانوا بوقتها لهالوقت كان عندهم الهيكل، هو مركز حضور الله، هو كل شيء بالدنيا، كله يحج صوب الهيكل، كله يروح نهار السبت لهونيك، ناس فايتة، ناس طالعة. تعرفوا جمال وعظمة الهيكل، حتى التلاميذ يسوع قالوا له ليك هالجمال، ليك الهيكل عنا شو حلو. بيقوموا بيبعتوهم بالسبي إلى بابل. أول مرة بياخدوا الملك نبوخذ نصر، الثاني بياخد قسم منهم، العائلات المرتبة بيخدهم من منطقتهم، بيرجع بعد كم سنة لقدام، بيرجع بفوت مرة تانية بيشحط الباقيين وبيهبط لهم الهيكل، ببطل في عندهم هيكل. بهيدا الوقت بعيشوا هن برا لفترة كتير طويلة، لفوق تقريبا 50 سنة بعيشوا مهجرين. إذا بدكم ما في هيكل ببابل، ما في هيكل، يقوموا شو بيعملوا؟ بيصيروا كل محل في 10 عائلات يهودية بيعملوا مجمع، بيعملوا مجمع بسموه الكنيس. شو يعني الكنيس؟ يعني مكان التجمع، الكنيس التجمع، بيت التجمع، أو المكان يلي بيلتقوا فيه. كانوا يدرسوا خلال الأسبوع تعليم ويتعلموا الولاد، وسبت أحد أو السبت يكون عبادة إلى الله، عبادة الله، يقروا ويدرسوا. وإذا جاي حدا من برا كانوا يطلبوا منه أنه إذا فيك أنت تقرأ وتحكي كلمة إذا كان معلم. صار لأول مرة صار في عندهم شيء اسمه مجامع. شو المجمع؟ ما إله أهمية بالنسبة للهيكل، بس ما في هيكل، شو بيعملوا؟ بعدين لما بيرجعوا بسنة 520 تقريبا بيبنوا الهيكل الثاني، بسموه لأنه الهيكل الأول تهدم، بيردون وبيبنوا الهيكل الثاني، بس ما بيتخلوا عن المجامع. يعني بدل في عندهم شيء اسمه مجمع محلي بيلتقوا فيه، مثل الكنائس عنا، في كنائس بكل منطقة، في عائلات تلتقي بقلب هيدا الكنيسة. ما بعرف إذا عم تقدروا تشوفوا الصورة بوضوح تام، لأنه الهيكل الأساسي أصبح يسوع المسيح، فما عنا هيكل نروح عليه، الهيكل بقلبنا، والمجامع يلي بتجمعنا، مكان التجمع، هي كنيسنا بكل منطقة وبكل زروب وعلى كرة الأرضية كلها. الصورة ذاتها ولكن بغير منطق وبغير مفهوم مع يسوع المسيح. لما رجعوا عمروا بقى المجمع، والإنجيل شو بيقول؟ عاد يسوع بقوة الروح إلى الجليل، ودخل إلى المجمع كعادته يوم السبت. فإذن شو عم يعمل يسوع؟ في عادة إنه يروح كل سبت إلى المجمع. اليوم في ناس بيقلك أنا بحب يسوع المسيح وما بيروح على الكنيسة ولا بيلتقي بالجماعة المؤمنة، يعني بعكس شو كان يعمل أصلاً يسوع بحياته. ما إلى أهمية، ما أنا عندي يسوع، بيقلك أنا عندي يسوع، شو بدي بالكنيسة؟ أنا بروح دغري صوب يسوع، شو بدي بالجماعة وصلواتهم وأشكالهم وألوانهم؟ مظبوط ولا لا؟ مش هيك بيحكوا الناس؟ طب يسوع هو الهيكل بذاته، ويذهب إلى المجمع يلي هو أصغر من الهيكل. فإذن عم بيعلمنا شيء يسوع المسيح؟ أن نكون سفراء. شو نكون سفراء؟ يعني نحمل، أن نحمل الهيكل، أن نحمل يسوع المسيح ونذهب به كعادتنا كل سبت لحتى نلتقي كلنا سوا باسم هالهيكل الأعظم يلي هو يسوع المسيح. شو يعني سفير؟ سفير يعني بدك تحمل هوية حدا، منك أنت الملك، منك أنت البلد، منك أنت الهيكل، ولكن أنت بتمثل الملك، بتمثل الهيكل، بتمثل البلد يلي أنت بتحمل اسمه. من هيك بسموك سفير، ما فيك تروح منك لحالك،
تحمل يسوع بدك تجي فيه على الكنيسة، تحمل يسوع كعادة يسوع كل سبت، انك تجي بكل بساطة بكل تواضع تقعد تسمع كلمة وأعين الجميع شاخصة إلى هذا الهيكل الجالس. شو بدك تحمل أنت كسفير للمسيح؟ بيقول يسوع بسلموا الكتاب، بيقرأ من أشعيا، بيقول روح الرب علي لهذا مسحني. في مهمة للسفير، لأنه هو رح يمسحنا من بعده، نحن ممسوحون أو ممسوحين باسم يسوع. روح الرب علي لهذا مسحني لأبشر المساكين. عم تبشروا المساكين؟ أو عم تهتموا فيهم للمساكين؟ مساكين مش يعني الفقراء، المساكين هالمعطر القلب طيب الآدم الحنون المحب الروح حلو، عم تهتموا فيه؟ أو بس يبرم ظهره نحكي عليه ومنقول هذا بسيط، هذا أول واحد فينا نوقعه، هذا أول واحد فينا نأذيه. يا ويلكم يا ويلكم من عدالة ربنا. هلأ رح تشوفوا أنه هلأ ما في عدالة، مش ما في عدالة، هلأ ما في حكم، هلأ بعده عم يعطينا مجال، عم يعطينا مجال لنبشر المساكين، لأنادي بإطلاق الأسرة. قد في ناس خاطفينهم نحن بحياتنا، خانقينهم، مانعينهم عن غيرهم، عن أحبائهم، عن أصدقائهم، عن أقربائهم. قد في ناس خانقينهم بأفكار محجرة زرعينا براسهم ومندل نغزيلهم إياها، نغزيلهم إياها حتى لو كانت كذب، منغزيلهم إياها، منسجنهم بفلسفات وبمنطق، بصير واحد مقتنع بالشر وشايفه خير. فإذا إطلاق الأسرة، وما بصير إطلاق الأسرة إلا بعودة البصر إلى العميان. يا أبونا ليه بتضل تصرخ؟ ليه بتضل معصب؟ لأنه عميان. يا عمي ما عم بقدر استوعب كمية العمل اللي موجودة بعلمنا، مش مقبول. يعني بيكون الواحد عم يعمل شر بكل قوته وما في شيء بيوقفه وما في شيء بيخليه يقشع انه هذا شر، إلا إذا هو قاشع وبده هذا الشيء يصير، وهنيك الكوارث. إنه الشيطان المتجسد بذاته ببيوتنا وبعيالنا وبحياتنا. الشيطان ما انه شيء بعيد، يتجسد بناس مسجونين بأفكارهم الشريرة، وبذات الوقت عميان عن الحقيقة، لا يتراجعون عن الظلم، لا يتراجعون عن الكذب والوقاحة، لا يتراجعون عن إهانة المساكين وتحطيم أصحاب القلوب الطيبة. بس بقلنا يسوع من يصبر إلى المنتهى يخلص. وأطلق المقهورين أحرارا. أطلق المقهور، تعرف شو يعني قهر؟ كلمة قهر هي أصعب كلمة ممكن الإنسان يستعملها، بس يقول أنا مقهور، هيدي ما إلها، يعني ما فيك تدخل على عمق 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 ولا تفهم شو يعني مقهور. كلمة قهر هي شيء كتير بعيد عن أنه تقشع العين أو يستوعب الفكر. قهر يعني وصل لمحل شايف الدنيا كلها من منظار يسوع المسيح تنعتبر، أو من منظار الحق والعدل، وكله عم بيعيشه عكس هالمنظار اللي عم يقشعه. هذا اسمه قهر. إنك تنقهر على أولادك مثلا يعني معناتها تكون شايف الخير لإلهم وبدك البركة والنعمة لإلهم وبتتمنى لهم أحسن طريق، وهن ماشيين طريق معاكسة. هيدا اسمه قهر. من هيك بتشوفوا أم مقهورة على أولادها، بي مقهور على أولاده. شو يعني؟ يعني في ضوء وهن قاعدين بالعتم، يعني في حياة وهن ميتين. بيقول أطلق المقهورين أحراراً، يعني ما تفكروا إنه يسوع إجا تندل مقهورين. لو كل الناس أهرونا، لو كل الناس سجنونا، لو كل الناس
خلونا نحس حالنا للحظة أنه عميان، رح يجي يسوع المسيح ويطلقنا أحراراً. يعني القهر ما بيبقى قهر بيسوع، يتحول إلى مجد وقوة. وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب، يعني بصرخ للناس قدموا شيء مقبول لربنا. وما هو المقبول؟ هون بيسكت ثم طول كتاب وجلس. إذا بتروحوا لهذا النص من أشعيا، في جملة بتكفي يسوع ما بيقريها، لأنه شو رح يقلهم بعد شوي؟ رح يقعد ويقول اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم. هذا اللي سمعتوه اليوم عم بصير، ولهلأ بعده عم بيقوله، لأن الروح يبشر والروح بعده لليوم. هلأ عم بيقلنا بعدنا عم بطلق المساجين وعم بفتح عيون العميان وعم وعم وعم، بس ما بكفي الجملة يلي بتقول أنادي بسنة مقبولة لدى الرب وبيوم انتقام لإلهنا. هيدي مين نطرة؟ اليهود يلي كانوا بالسبي وتشرحطوا ورجعوا وعمروا من أول وجديد، وبعدهم محكومين ومظلومين من قبل الغرباء ومن قبل الرومان، ناطرين الرب شو يجي ينتقم يوم الانتقام. متى يا رب؟ إلى متى تنتظر يوم الانتقام؟ موقف يسوع ما قال هذه الجملة، طول الكتاب وقعد قال كل شيء فيه خير وبركة ونعمة، لأن الله حاضر. ولكن بمطرح تاني رح يقول ما جئت لأدين العالم، جئت لأخلص، ولكن كلمتي ستدينكم. يعني اليوم أبشركم بالبركة وأفتح عيونكم وأصرخ إلى قلوبكم لكي تتحرر، ولكن هالبركة اللي اليوم أعطيكم إياها ربنا جاي يوم الانتقام والحساب، بدكم تتحاسبوا عليها، بدكم تتحاسبوا على دمعة كل مقهور، على دمعة كل مسكين، على دمعة كل حدا ما قدرتوا تفتحوا له نظره وما قدرتوا تساعدوه يتحرر من حياته. جاي اليوم، عيشوا ببركة هلأ، عملوا اللي بدكم إياه. الله يمهل ولا يهمل، ربنا منه اعتباطي، منه سخيف، ربنا بيعرف شو حط وشو زرع، وبده يجي النهار اللي قلنا اعطيني من اللي زرعته. اعطيتك بركة وينيه يا سفير المسيح، يا سفيرة المسيح، سلمتكن رتبة، رتبة سفير بهالحياة، شو عم تعملوا فيها؟ وين عم تزرعوا خير وسلام؟ شو هالعالم الشرير اللي عايشين فيه ما بقى ينحمل؟ تعرفوا مرة كنت هيك كتير تعبان، طلعت مشيت على الصليب، على تلة الصليب، وقفت قدام الصليب هيك، كنت كتير موجوع نهارتها يعني، طلعت فيه قلت له بخبرك شغلة، مش زابطة معك الخليقة، هذا مشروع الخلق مش زابط معك. بس قلت له هالكلمة وسكتت، قلت له يا ريتك عملت شي مشروع تاني استفدت منه. صرت احكي هيك كيف بحكي، بس قلت له مش زابطة، مش زابطة، مش مقبول يا عمي، هاو بتحبهم لشو بتحبهم؟ هاو بترحمهم عشو رحمتهم؟ يعني كنت عم بحكي لغة أرض مش لغة يسوع. بس الروح دايما بيرجع بيروقكم من بعد ما تفشوا خلقكم عند ربنا، بيرجع بقلك وعم تحكيني ماني مصلوب مش شايف شو صار فيه، لأنه ما بدهم حب، لأنه ما بدهم ضوء، ما بدهم نور. من هيك بيرجع دايما بيقلي ربنا رجع كون سفير، كون سفير لآخر لحظة، لأنه ما في باب بهالكرة الأرضية بتفتح وبتظهر منه. لو في باب أنا كنت ظهرت، مش عم بمزح، كنت قلت لهم وقفوا الكرة الأرضية افتح لي الباب عمول عروف بدي أظهر، لأنه خلص ما في هوا، ما في روح قدس. ولكن يسوع علمنا نكون سفراء. إذا رحنا عند القديس بولس بهيدي الرسالة يلي سمعتوها يا جماعة، هيدي الرسالة أنا بنصحكم ترجعوا تسمعوها، رسالة القديس بولس لأهل كورنثوس الثانية الفصل الخامس. عملوا معروف اقروها على رواق لوحدكم وجربوا فهموا شو عم بيقول بولس. رجاء بيقول نحن سفراء المسيح وكأن الله نفسه يدعوكم بواسطتنا. يعني نحن بدنا نصير سفراء، فكل اللي قريهم يسوع بالمجمع يلي أنتم بتسمعون كل أحد بدكم تحملون،
يعني بدك تصير انت المجمع، انت القداس، انت الذبيحه وتروح، مش انه تمثيليه منجي ومنفل. عرفتوا شو؟ يدعوكم بواسطتنا. فنسال المسيح بالدرجه الاولى تصالحوا مع الله. افحصوا ضميركم، اتصالحوا مع ربنا. ما فيك تعيش حياة بارالال، حياة هيك حد بعضها، واحدة مع ربنا واحدة مع العالم، واحدة بجي بصلي وببارك، واحدة بروح بكفر وبعمل وبسب وبسرق وبهين. ما فيك تعيش اثنين. تصالحوا مع الله، يعني جيب حياتك تصير واحدة، حياة واحدة في المسيح. لأنه الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا. يعني كل الألم اللي عم تعيشه حمله يسوع المسيح. بس مش هذا اللي بهمني، اسمعوا منيح وتأملوا معي، برجع بقلكم رجعوا أروى. بيروح لهونيك بعدين بيقول تحت، ها هو الآن يوم الخلاص. يسوع شو كان عم بيقول؟ اليوم تمت هذه النبوءة التي تليت على مسامعكم. اليوم يوم الخلاص، فإننا لا نجعل لأحد سبب زلة لكي لا يلحق خدمتنا أي لوم. ما فينا نكون سبب عسرة للي حوالينا. بدنا نعرف كيف نحكي وكيف نتصرف وأي متى نحكي وأي متى نسكت. أحلى ما نأذي حدا. هي بولس عم بيعلمنا كيف نكون سفراء. بيقول نظهر أنفسنا في كل شيء، في كل شيء. وهون بس قول كل شيء، كل شيء، مش تقول لي شغل غير ببيت غير، في كل شيء نظهر أنفسنا خداما لله. كيف؟ بثباتنا العظيم في الضيقات والشدائد والمشقات، في الضربات والسجون والفتن والتعب والسهر والصوم. هون منكون سفراء المسيح، مش بالأيام العادية قاعد مرتاح ما في شيء. لما منثبت وقت الصعوبة بكون سفير يسوع. ما في سفير يهرب وقت الصعوبة. شو هالسفير هذا؟ هلأ بدك تثبت وقت الشدائد. هلأ بعدنا عم بقلن قبل القداس، عم بقلن مرات بحس كيف في حالة التأس، في حالة الشر. يعني لازم يطلع حدا عشية على الأخبار يقول بكرة التأس شر متقلب بين شوية هيك بركات وشر غائم، وفي شوية رعد يمكن تجي ببيوتكم. عن جد نحن صار بدنا حدا يخبرنا عن الغيوم، عن التأس الشرير اللي بيقطع بحياتنا. لأنه في مرات بحس هلأ نحن بقلب عاصفة شريرة، مش أنا بس، كل اللي حوالي. بصير اتطلع شو عم بصير، شو هالشر الهاجم فرد هجمة، كيف الأشرار عم يتفقوا. مرة بالزمانات قلت لما تشوفوا اثنين أشرار وأعداء اتفقوا يعني بدو ينصلب مسيح جديد. لأنه وقت اللي انصلب المسيح كل الأعداء اتفقوا. الرومان اتفقوا مع اليهود يلي هن مخنائين مع بعض ومهبطين لهم الهيكل وشحطين وكل بتاعوا نصلب المسيح. اتفقنا كل مرة اثنين أعداء بيتفقوا انصلب المسيح، انصلبت الحقيقة. من هيك بيقول بدنا نثبت بهذا الوقت. شو اللي بفرجينا، شو اللي بفرج الناس انه نحن ثابتين؟ بالنزاهة، بالنزاهة، بالمعرفة، بالدواعي، بالأنات، صبر، لطف، حتى أنت وتعبان بتكون لطيف، بالروح القدس، بالمحبة بلا رياء. المحبة بلا رياء، تخيلوا لما تلتقي بشخص يمثل عليك بالحب، يغمرك ويبوسك ويقول لك حبيبي. هذا رياء لكي يحصل على ما يريد. في كلمة الحق يلي بخافوا منها، بس تحكي مع حدا بتوصل لكلمة الحق بيهرب، بغير حديث، بيعلي صوته، بيعمل حيالله شيء، بزيح. وقوة الله بسلاح البر باليدين اليمنى واليسرى في المجد والهوان. اسمعوا هون بيقول ثابتون، نحن ثابتون في المجد لما منكون بمجدنا، وفي الهوان لما منكون تحت الأرض منكون سفراء للمسيح. بيقول بالصيت الرديء والصيت الحسن، لما بيكونوا كل الناس بيحكوا باسمكم بطريقة حلوة، ولما كل الناس بيحكوا عليكم بطريقة بشعة. باثنين بدكم تكونوا سفراء للمسيح، لأنه ما بدك تنطر حكي العالم لتكفي طريقك. العالم تزهق، العالم تتسلى، العالم بتألف اخبار، العالم ما بتحب تشوفك ناجح،
العالم ما بتحب تشوفك طيب، العالم انت مرايه، دايما بقلكن انت مرايه لخطيتها، بدها تجويك لترتاح، بدها تجويك لترتاح. بقلنا مار بولس سفراء للمسيح هيك بهذا الوقت. وكنت تفكروا الناس رح يعرفوكم مزبوط، اخر مقطع وبنهم رح يقول نحسب كاننا مضللون، بيتهموكم انه انتم عم بتضيعوا العالم اذا قلتوا كلمه حق، بيقولوا لكم انتم ضايعين عم بتربوا اولادكم غلط. اجت ام قالت لي يا عم بربي بنتي انا، انه يا عم العلاقه الجنسيه مثلا هي يا بنتي بقلب الزواج عم تعطي كل جسدك، ما فيك تعطيه لخمسة ستة، بتفوتي بقلب الزواج، شو بعد بدك تعطي زوجك؟ ما جسدك صار لكل العالم، ما بيعرفوا قيمة هالشي. هيدا بالنسبة لعالم اليوم مضللون، إما عم تعلمها غلط، بي عم بيعلمها غلط. تركيا وين ما بتتجوز بتعنس، بتعنس إذا ما راحت عملت علاقات جنسية. لك يا عيب الشوم على العالم اللي عايشينه، إذا أنا احترمت جسدي ببطل بوجني حبني، لأنه ما بحبني، بحب ينام معي بس. ومنبيع جسدنا يلا من هيك. بيقول مار بولس بهيدا الوقت بهالزمن الرديء، بيقول نحسب كأننا مضللون ونحن صادقون. فإذا نعملوا معروف سمعولنا، نعملوا معروف سمعولنا بعالم كذاب هالقد صار، حدا بيظهر بيعمل علاقة جنسية بيعمل خيانة عادي، ما كل الناس هيك. هلا بدكم توقفوا لي على هيدا؟ شو بشع هالدنيا؟ ولك وين الحب؟ وين الأمانة؟ وين الثقة؟ بيقول كأننا مجهولون ونحن معروفون، بصيروا يتجاهلوكن لأنكن أنتوا الحق، أنه كلمة الصح بزيحوها على جنب تجاهلوها. بيقول كأننا مائتون وها نحن أحياء. ولك عشو عم بتضحي؟ بعتول اليوم الصبح فيديو لأبونا عم يبكي، هو عم يحكي عن كهنوت وعم بيقول الكهنوت أصعب شيء فيه. أنا عم بقول ليه عم يبكي؟ طلع عم بجرب يوصل الفكرة، عم بيقول أصعب شيء بالكهنوت إني بدي موت أنا وعايش. نحسب كأننا مائتون وها نحن أحياء. مزبوط، مع يسوع بدك تكون كأنك ميت، لأنك ما فيك تجاري خطية العالم، بس أنت بينك وبين حالك انت عارف انك حي في المسيح. واذا بدنا نموت نموت واقفون، واقفين، واقف وبموت، ما عندي مشكلة بس حضل واقف. كأننا معاقبون ونحن لا نموت، لأننا كأننا محزونون ونحن دائما فرحون. انتوا بتدلوا تنقوا وتحكوا ما بدنا نعيش بفرح بهالحياة، بدكم دلكم تقولوا لنا قصص حزن؟ لا، نحن فرحين في المسيح، نحن فرحانين بس بالصح مش بالغلط يا خي، بالصح. كأننا فقراء ونحن نغني الكثيرين، كأننا لا شيء عندنا ونحن نملك كل شيء. حرقني بخورة عطر السماء، اكتبني خبري باسم الوفاء، واكسرني خبزي عتم الشقا، غزلني غني وترها الفدا. حياتي إلك حرقها لإسمك صلاة، حياتي إلك غني وترها